حنايا كنناضلوا من اجل ان يكون عندنا تعليم حضوري، لان التعليم عن بعد كيهمشنا باعتبار ان العديد من المدارس والداخليات كيتم التعليم حضوري هنا في الرباط، وكذلك يتم فتح الداخليات امام الطلبه، وكذلك باعتبار ان مجموعه من الطلبه الدخل ديالهم ما كيسمح لهمش انهم يكريو هنايا في لونتوراج ديال المؤسسه، وبذلك هذا كيتعتبر اقصاء وتهميش في حق الطلبه المهندسين في المغرب بالنسبه للتعليم العمومي. كنطالبوا انه يكون يتم الارجاع ديالنا للداخليات وفتح الداخليات، ويتم التعليم ينتقل التعليم من التعليم عن بعد الى التعليم الحضوري في اقرب الاجل، لان هذا كيضرب اولا في مصداقيه الطالب المهندس العمومي، ثانيا الفورماسيون ديال الطالب ولات في الحضيض، وثالثا يجب الاسراع باعطاء حلول بالنسبه لها الطلبه. السبب ديال الوقفه الاحتجاجيه اليوم ديالنا بالرباط هو مطالبه بفتح الداخليات والاحياء الجامعيه لكون التعليم عن بعد او ما يسمى بالبعد عن التعليم بصفه اخرى هو حل اللي ما كيعززش التعليم او ما كيعوضش التعليم الحضوري 100% رغم الجهود ولا ديال الادارات والجهات المعنيه اللي كيحاولوا انهم يوفروا الشروط الملائمه، وهذا الشيء نظرا لوجود واحد الفئه اللي كتمثل الاغلبيه ديال الطلبه اللي كيسكنوا بالمناطق النائيه اللي كيفتقروا لابسط لظروف العيش الكريم، لا سيما شركات شبكات التواصل ولا شبكات الاتصال، وهذا الشيء الا كان كيدل على شي حاجه ما كيدل الا على ان هذا التعليم عن بعد راه ما يمكنش انه يعوض التعليم الحضوري. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.